مشاهدي شوف تبي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة الشرق، تحية طيبة، نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. إذن المدينة تسجل 19 حالة جديدة وصفر حالة وفاة، يعني في ظل الحملة الوطنية للتلقيح. إذن كنشوفوا مازال باقي الحالات، مازال ما انخفضوش مدينة وجدة. كذلك كنتمنوا أنهم المواطنين يزيدوا يديروا الاجراءات الاحترازيه، لانه صراحه كتشوف مدينه وجده مثلا الله يستر وصافي، الله يحفظنا وصافي. هذا الشيء اللي كاين، كتشوف الناس بلا كمامات. اليوم بعض الاصدقاء ديالي جاوا عندي مدينه الرباط وتفاجؤوا بزاف، قال لك غريب عندكم هذا الشيء، هذا ما الناس ما دايرينش كمامات ولا احتياطات. اذا هذا هو السبب الرئيسي ارتفاع عدد الحالات في مدينه وجده. انا كتسيد هذا اني كنت دائما كنطرح التساؤل، كنقول انا يا أين الخلل؟ ولكن الخلل في المواطنين صراحة. كي كيجي واحد اللي ماشي من المدينة وكيقول لك أودي راه هذا الشيء اللي عندكم غريب وعجيب، الناس ما منضبطينش الاحترازات الصحية، كان صراحة كتأسف، ما كنرضاش. أو ميم طون يعني علاش، أنا المدينة ديالي ومدينة وجدة كنفتخروا بها والناس اللي واعيين، ولكن بهذه الناحية صراحة ما كانش وعي، لا يوجد وعي بالنسبة للإجراءات الاحترازية، لأن الناس ما كديش كمامة، كمامة ما كانش تباعد، يعني عشوائية في كل مكان. بينما أنه لاحظنا أنه ارتفاع مهول في عدد الحالات، وخا بالنسبة لهذه الشحال راه منخفض، ولكن إذا جينا ندير واحد الاعتبارية ديال واحد المقارنة بين مدينة الدار البيضاء اللي فيها 12 نسمة ومدينة وجدة اللي فيها 700,000 نسمة أو قريبة مليون نسمة، وكنلقاو بأنه مدينة وجدة البارح فاقت العدد ديال مدينة الدار البيضاء. صراحة شي حاجة اللي كتوجع القلب وما كنبغيوهاش، لأنه عودونا مواطني مدينة وجدة أنهم دائما يكونوا أكثر، يعني مدينة وجدة اللي كانت وقتها ديال بدات كورونا 4 شهور في صفر حالة، حتى جا العيد الكبير عاد تبدلت الأمور، تغيرت الأمور، رجعنا يعني الناس بحال اللي قنطات في هذا المعنى. وانا كنوصيكم انه ما تقنطوش، ان شاء الله من هنا شهر افريل غادي تكون غادي نكون وصلنا ل 10 مليون نسمه، من هذا الصيف ان شاء الله غادي تكون وصلنا للعدد الكافي ديال ان شاء الله كما كنقولوا حنايا المناعه الجماعيه اللي هي 80%. كما كتلاحظوا ان المغرب شرى مجموعه ديال اللقاحات، اللقاح الصيني والروسي والامريكي والبريطاني، غير باش تكون اللقاحات كافيه بهذا المعنى هذا، و ميم طون باش ما يكونش هذاك الوقف ديال الحمله ويكون هذاك الشيء اكسليري باش الناس ترجع للخدمه ديالها. يعني السلطه والدوله ديالها مجهوده ديالها بطبيعه الحال بالرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره. اذا تحيه طيبه. كانت الحاله الوبائيه اليوم، مستجدات الحاله الوبائيه في 24 ساعه الماضيه 19 حاله جديده وصفر حاله وفاه هنا بمدينه وجده. اذا تبارك الله عليكم، كنحييكم وشكرا جزيلا على التتبع والوفاء ديالكم.